الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله. أتمتت العمليات الرقمية التوجه الحكومي الجديد لاختصار مسافات زمنية وجهود أقل من التدخل البشري وإنهاء حالات الفساد. وعلى هذا الأساس خطى العراق خطوات كبيرة في مجال الحوكمة الإلكترونية وبهدف الاطلاع على آخر مستجدات هذا المشروع. عقدت منظمة النخب والكفاءات العراقية ندوة حوارية موسعة برعاية رئيس الشيخ الدكتور همام حمودي، استضافت فيها الجهات ذات العلاقة لدعم جهود هذا التحول الرقمي وتذليل الصعاب أمام التحول الرقمي، خاصة مع التزايد في نمو السكان وضرورة الالتفات إلى تجارب الدول المتقدمة. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هذه الليلة، فرح نتحدث عن ظاهرة ازدادت فيها معاهد التدريس الخصوصي، صارت تحل محل التدريس الأساسي في المدارس تقريبا، خصوصا بعد ما قصر بعض التدريسيين في المدارس بأداء واجباتهم في التدريس، فأغلب الاعتماد أصبح اليوم على الدروس الخصوصية اللي أثقلت كاهل ذوي الطالب من أصحاب الدخل المحدود نتيجة تقصير الكوادر المدرسية ولجوءهم إلى المعاهد لاضطرار التلاميذ بغية استقطابهم للدروس الخصوصية. فعلى هذا الأساس وعدم التزام بعض المعاهد بالضوابط القانونية وبعضها غير مرخص، اتجهت وزارة التربية إلى الحد من هذه الظاهرة بوضع شروط وتوجيهات خاصة من خلال إصدار القرارات الحازمة. خلونا مشاهدي الأحبة نتابع هذين الملفين في حصادنا لهذه هذه الليلة، ونفتح هذا الحوار مع ضيوفنا الكرام. تفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. بهدف محاكاة آخر التطورات في مجال الحوكمة الإلكترونية، عقدت منظمة النخب والكفاءات العراقية ندوة حوارية برعاية رئيسها الشيخ الدكتور همام حمودي للاطلاع على آخر تفصيلات مشروع التحول الرقمي في العراق وتذليل الصعاب اللي تواجه إتمام تطبيقه. خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد الاستطلاع اللي أعد أن الزميل علي حبيب. نعم، بالنسبة للجهد اللي تقوم به الأمانة هو ضمن عمل وجهود لجنة الأمر الديواني 22 اللي هي مشتركة بها أكثر من 20 وزارة وهيئة ومؤسسة من مؤسسات الدولة، وتقسم فريق اللجنة إلى عدة فرق، 10 فرق، وهو جهد كبير الآن وبدأ به العمل، سواء كان بالشبكة الحكومية المؤمنة، توفير البنى التحتية بالتنسيق والتعاون مع الأخوة في وزارة الاتصالات والوزارات الأخرى أيضا التي ساعدتنا كثيرا، كذلك إنشاء مركز بيانات لبيانات معلومات الوطنية العراقي، وكذلك لإعداد وتدريب الكوادر وتأهيلها، كذلك لبقية الفرق الأخرى الساندة والفنية التي عدت لنا الرؤية المستقبلية التي نعمل عليها كوزارة اتصالات. احنا ماضين في هذا المشروع، مشروع الحوكمة ومشروع التحول الرقمي والأتمتة وغيرها وربط الوزارات طبعا، والبنى التحتية لهذا المشروع هي الأساس والنواة الأساسية لهذا المشروع التي نفذت منها تقريبا 90% وباقي 10% إذا نفذت في جميع محافظات العراق نستطيع أن ننطلق بهذه المشاريع. عندنا مجموعة خدمات ممكن المواطنين يطلعون عليها، يعني أكو عمل لكن أكيد مو المستوى المطلوب، مو الطموح. الطموح هو أنه إحنا نصعد بوتيرة تسارعية اللي هي تتطلب يعني تضافر جهود كافة، وأن يكون العمل تكامليا وتشاركيا مع كافة المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى توفير التخصيصات المالية. وإحنا عازمين وجادين ومصرين على أنه نتحدث مع خلينا نقول ستيك هولدرز او اصحاب المصلحه بهذا الجانب في سبيل انه نحصل على الدعم المطلوب، وان شاء الله هاي الندوه ايضا كان حيكون لها دور من خلال منظمات المجتمع المدني لدعم هذا المشروع ورفضه بكونه مشروع يؤثر على يعني على المستوى الاجتماعي بشكل عام، ليس فقط على قطاع المؤسسات الحكوميه.
حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، ورحب بضيفي الكريم الأستاذ حسان الحكيم عضو الهيئة العامة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، ضيفا كريما في الأستوديو. حياك الله أستاذ حسان. أسأل حضرتك عن عقد هكذا ندوات وهكذا ملتقيات من قبل منظمات المجتمع المدني، استضافة الشخصيات ذات العلاقة المهتمة بهكذا مجالات، كيف يساعد في بلورة وإنضاج المشاريع والرؤى اللي تكون ضمن نهج الحكومة أو من الممكن أن تقترحها منظمات المجتمع المدني على الحكومة حتى تأخذها بنظر الاعتبار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الشكر لقناة الأيام وكذلك لمشاهدينا الكرام. الحقيقة مسألة هكذا ندوات تعقد من قبل منظمة الكفاءات برئاسة سماحة الشيخ همام حمودي، وكذلك هناك العديد من الندوات والحواريات التي تعقد، الغرض من عندها جسر وضع جسور ما بين الدولة والمواطنين، الدولة ومنظمات المجتمع المدني، لردم الهوة الموجودة بين صانع القرار وبين الجهات المستفيدة من ذلك. بالتأكيد المجتمع العراقي كأي مجتمع آخر لا يخلو من الكفاءات والعلماء الذين يمتازون بأفضليتهم بصراحة. العالم العراقي والمفكر العراقي والمبدع العراقي يطمح لأن يقدم ما بحوزته وما بجعبته للمساهمة برفعة هذا البلد وتقديم الخدمات، ونحن نحاكي برامج متقدمة تكونت في العديد من الدول المجاورة والدول الإقليمية. دول العالم الآن تخطو خطوات سريعة جدا باتجاه التحول الرقمي. لا نقول نحن متخلفين بشكل كامل عن هذا الركب، وإنما هنالك العديد من الأمور التي بالإمكان العمل عليها وتجاوزها، والعراق ولله الحمد والحكومات المتعاقبة قد تكون وضعت الحجر الأساس للبداية بالتحول الرقمي، ولكن كما يعلم الجميع هذه العملية تحتاج إلى تضافر جهود ما بين الدولة والمجتمع، ما بين العلماء، ما بين الأكاديميين المتخصصين، بالإضافة إلى أنه تحتاج إلى خبرات خارجية وشركات عالمية التي تنهض بهذا الموضوع. طيب أستاذ حسان، يعني شو راح تسم الأتمتة الرقمية في الحد من الاستنزاف الزمني لجهود مراجعي مؤسسات الدولة، فضلا عن إنهاء مظاهر الفساد وهذا ما تسعى إلى الحكومة؟ كما تعلمون أنه مسألة في كل دول العالم، كل دول العالم الحكومات والدول التي تحترم شعوبها عليها توفير العديد من المستلزمات لكي تكون بمصاف الدول المتقدمة، منها توفير الغذاء، هذه من مهام الدول والحكومات، توفير الغذاء والدواء، الدواء بالمرحلة الثانية، وتوفير المعرفة. المعرفة إحدى حيثيات المعرفة هي الأتمتة والتحول الرقمي. التحول الرقمي أصبح الآن في هذه الفترة الزمنية من المهام الرئيسية الملقاة على عاتق الحكومات. نتيجة النتائج المرجوة من هذا التحول هو أولا اختصار الوقت. كما تعلم أن الوقت هو وقت من ذهب، يعني الوقت فلوس، الوقت اختصار للكثير من الأمور. المسألة الأخرى أنه إحنا راح نبتعد عن المعاملات الورقية بالتحول إلى الأتمتة والتحول الرقمي، الإنجاز السريع، تخفيض الجهد الملقى على عاتق الموظف وكذلك على المواطن. المواطن بدل أن يستنزف الوقت ويخرج من الصباح لإجراء معاملة قد تستغرق من عدة يوم أو يومين، بالنتيجة هو راح يصرف وقود، يصرف استهلاك محرك، يصرف وقت. طيب. يصرف فلوس، يصرف جهد جسديا معنويا. الأتمتة كل هذا راح تختصره وتهيئ للمواطن، وهذا ما يسعى تسعى إلى الحكومة لتقديم خدمات للمواطن. رحب بضيفي الكريم الدكتور زيد محمد عضو منظمة مؤتمر النخب والكفاءات العراقية، انضم معنا عبر الهاتف. أنا بك دكتور زيد، نتحدث عن يعني ما جرى يوم أمس خلال الندوة اللي عقدتوها جنابكم وأنت أحد أعضاء هذه المنظمة من خلال طرح الأمانة العامة لمجلس الوزراء. أسأل حضرتك كيف يمكن قياس مدى تطبيق موضوعة الأتمتة، وخصوصا أنها بحاجة إلى بنى تحتية حتى نصل إلى تحقيق مشروع التحول الرقمي؟ السلام عليكم ورحمة الله. شكرا للإستضافة الكريمة.
صراحة كان لنا يوم أمس لقاء استضافة منظمتنا منظمة المخب الكفاءات العراقية التي يترأسها سماحة الشيخ دكتور همام حمودي أمين حيث استضافت المنظمة أمين عام مجلس الوزراء حميد الغزي وممثل وزير الاتصالات الأقدم الوزارة الأستاذ الكبير وادي الحلفي. صراحة تم خلال الحلقة الحوارية استعراض العوائق والتحديات التي تواجه مشروع الأتمتة في الحكومة العراقية، ومن بينها نقص في الخبرات الفنية والتقنية والجانب المالي تحديدا. فيما يخص أكد أيضا أكد الضيوف في الحلقة على أهمية تمويل المشروع للأتمتة الحكومية لأنه يسهم في تسهيل الإجراءات الحكومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. طيب. وقد بين السيد الأمين العام أن مراحل تسهيل أو مراحل تطبيق الأتمتة يحتاج إلى وقت ويجب أن يبدأ بشكل تدريجي، وأن الدخول إلى التحول الرقمي يجب أن لا يكون بشكل موسع وإنما بشكل خطى أولية، والذي حيث أن موضوع التداول والانتقال إلى التحول الرقمي تداولته الكثير، ولكن للأسف دون الوقوف على العناصر الأساسية للتحول الرقمي في وقت سابق. نعم. حيث في هذه الحلقة الحوارية تضمنت وجود الأخوة ذوي الاختصاص وكذلك السادة أصحاب اتخاذ القرار، تم توضيح وتحديد ملامح الرؤية السليمة للتحول والتي تأتي على مراحل. من هذه المراحل هي عملية توفير التكنولوجيا المناسبة بكافة عناصرها من الأجهزة والبرمجيات ولكن هذه المتطلبات بحاجة إلى إمكانيات مادية دكتور زيد، ونتحدث هنا عن طبيعة الموازنة اللي أعدت للمشاريع، مشاريع الحوكمة الإلكترونية، هل تحاكي قدر هذه المتطلبات اللي تم تشخيصها من جهة ذات العلاقة؟ أقصد هي لا تحاكي، ولكن نطمح إلى تخصيص أموال أكثر لغرض دعم هذا المشروع الذي يصب في مصلحة المواطن وبالتأكيد يقلل ويكافح من الفساد، وهو أيضا جزء من برنامج دولة رئيس الوزراء. طيب أستاذ أحسان، نتحدث عن أن هنالك تحديات وظيفية تواجه تطبيق الحوكمة الإلكترونية، هاي التحديات تأتي من خلال رفض الموظفين لفكرة مغادرة التعاملات الورقية، مرة للنمط الكلاسيكي اللي يمتلكه الموظفين، ومرة أخرى لأنه بعض الموظفين الفاسدين ما راح يستفيد إذا ما طبقت قضية الأتمتة والتحول الرقمي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة مثل ما ذكرت أنه التحول إلى الأتمتة والتحول الرقمي راح يواجه صعوبات كثيرة وتحديات كثيرة، منها أن هذا الموظفين هو موظف كلاسيكي متعود على الورقة وعلى الختم وعلى التوقيع، لذلك هو عنده أول شيء هو عنده خوف من هذا التحول أنه قد يتحمل مسؤولية، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذا الموظف أيضا يخاف على مكانه، هو موظف موجود بالدولة يحسب حساب يقول لك احنا بكرة راح نتحول إلى هذا التحول الرقمي والأتمتة وكذا، فأنا قد يكون من كل 4 موظفين راح يبقى موظف واحد، فبالنتيجة راح يفقد مصدر رزق أو ما شابه ذلك، ولكن لا يعلم أنه هذا التحول راح يوفر له أيضا وظيفة أخرى، أنه راح يبقى موجود هو في دائرته ويتابع الأمور من خلال الشبكة العنكبوتية ويدقق ولكن راح يفقد اتصاله مع المواطن، هي هذه فقط، ولكن تخوفه ليس في محله. النقطة الأخرى أيضا، نحن بحاجة إلى تشريعات ما يخص التحول الرقمي والأتمتة. تعرفون القوانين والتشريعات العراقية هي قوانين منذ تأسيس الدولة العراقية، ومسألة التحول الرقمي والأتمتة لم تظهر إلا خلال العقد الماضي أو ما سبقه، فنحتاج إلى تشريعات وقوانين تضمن تطبيق هذه التحولات الجديدة. يعني نعم، ولكن أيضا هنالك نقطة أخرى، وجود جهات متعددة مختصة بهذا الموضوع، الأمان العام لمجلس الوزراء، هيئة الإعلام والاتصالات، وزارة الاتصالات وغيرها من هذه الجهات، هل يعتبر هذا عامل قوة أم أن كثرة الجهات راح تكون عامل ضعف باعتبار أن لكل جهة
مهام قد تتقاطع مع مهام الجهة الأخرى؟ لا، احنا كما تعلم انه دائما في علم الإدارة وفي لابد وان يكون هناك تخصص. الآن التخصص موجود، الأمانة العامة لرئاسة الوزراء، لمجلس رئاسة الوزراء الآن هي مشرفة لهذه المشاريع. أنا حسب علمي وأيضا كنت طرف في بعض الأمور، هناك لجنة تبسيط الإجراءات الحكومية في مكتب رئيس الوزراء، ويوجد أيضا لجنة الحوكمة موجودة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. السامع أو المتلقي المعلومة يتصور أنه هذه اللجان متضاربة، ولكن من نجي إلى لجنة تبسيط الإجراءات الحكومية مهمتها تبسيط الإجراءات والتقليل من الخطوات التي من خلالها تنجز المعاملة. طيب، ينتقل هذا الموضوع إلى لجنة الحوكمة في الأمانة العامة، راح تتولى عملية أتمتت وتحويل هذه الخطوات التي قلصت، تحويلها من ورقية إلى إلكترونية. فبالنتيجة راح يكون هذا عامل مساند لجنة تسند لجنة أخرى. أما مسألة وزارة الاتصالات، أو هناك أيضا شركة الاتصالات والمعلومات هي ضمن وزارة الاتصالات، واللي هي اختصاصها التحول الرقمي والحوكمة، هي جهة قطاعية ساندة. فأنا أعتقد العمل متكامل، ونحن نحتاج إلى جهات عديدة تعمل بمسار واحد بخطى متوازية للوصول إلى هدف الأتمتة والانتقال بالعراق إلى مصاف الدول المجاورة. ودعني أذكر بشكل سريع، الجارة المملكة العربية السعودية لديها هيئة للأمن السبراني، والإمارات المتحدة لديها وزارة للذكاء الاصطناعي، البحرين أيضا لديها جهات متخصصة بالتحول الرقمي والأتمتة. فجميع دول المنطقة الآن تسير في خطوات متسارعة، فلابد أنه يكون عندنا جهات متعددة لاختصار الوقت والجهد للوصول إلى مصاف الدول التي تتعامل بالأتمتة والتحول الرقمي. دكتور زيد، يعني يشير الأستاذ حسان الحكيم إلى أن بعض الدول ودول الجوار وغيرها قطعت شوطا كبيرا في هذا الموضوع، بالإضافة إلى أهمية التعاضد بين الجهات القطاعية. أنا أسأل حضرتك عن الأهمية في إشراك القطاع الخاص وكذلك المنظمات الدولية في هذه العملية، وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار هذه التحولات السريعة في دول الجوار. نعم، بصراحة مثل ما ذكرنا سابقا، تواجه المؤسسات مشاكل عديدة للتحول الرقمي فيما يخص دول الجوار، ساقين بعقد من الزمن وواصلين إلى مراحل نقدر نقول عليها متقدمة، حيث يوم أمس تم تطرق إلى أنه احنا متأخرين ما يقارب إلى 7 سنوات في هذا الجانب. صراحة واجهت مؤسسات كثير من المشاكل عند التحول الرقمي، من أولها أو من أهمها مثل ما ذكرنا هي قلة التمويل، حيث تطلب تحويل الرقمي إلى تمويل، وكذلك قلة الكفاءات، حيث يجب أن يكون لدى المؤسسات العاملين لديهم مهارات لازمة لاستخدام التقنية الحديثة. وموضوع آخر جدا مهم اللي هو الأمن السبراني، يتطلب التحويل الرقمي توفير حماية للبيانات الحساسة والمعلومات المخزونة. وموضوع آخر يضاف هو قلة التفاعل والتبادل الإلكتروني، حيث يتطلب التحويل الرقمي التفاعل الإلكتروني بين الأفراد والمؤسسات، وما يحتاجه إلى تغيير ثقافة المؤسسة. وهنا أيضا عرجنا على مسألة الموظف وعدم تقبله وتقبله أيضا نقدر نقول. كذلك توفير البنى التحتية للتحول الرقمي مع وجود بنى تحتية مناسبة. أما فيما يخص الجزء المتعلق ما هي دور المنظمات، المنظمات المجتمع المدني لها دور حيوي في عملية التي تهدف إلى الأتمتة، وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة والشركات إلى تطوير تقنيات وبرامج لتحسين العمليات وتحقيق الكفاءة الفعالة، فإن منظمات المجتمع المدني يمكن أن تلعب دورا مهم في الحد من التبعات السلبية للأتمتة، ودوام أن يتم استخدام التقنيات والبرامج بشكل مسؤول وفعال. من بين الأدوار التي يمكن المنظمات المجتمع المدني أن تلعبها في الأتمتة هو رصد تأثير الأتمتة وتقييمها وتحديد العواقب السلبية المحتملة للأتمتة والعمل على تغييرها. كذلك العمل على تحسين قدرات الأفراد في المؤسسات والمجتمع على استخدام التقنيات الجديدة والبرامج الحاسوبية عن طريق دورات، وكذلك المشاركة في صياغة السياسات والتشريعات المتعلقة بالأتمتة
والعمل على ضمان أن تكون هذه السياسة متوازنة ومسؤولة اجتماعيا، كذلك تعزيز أيضا الشفافية والمسألة في استخدام التقنيات والبرامج الحاسوبية وضمان استخدامها بشكل مسؤول وفعال. نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتور زيد محمد، عضو منظمة مؤتمر النخب والكفاءات العراقية، حدثتنا عبر الهاتف، وشكر كثير لحضرتك الأستاذ أحسان الحكيم عضو الهيئة العامة للمجلس الأعلى للإسلام العراقي ضيفا كريما في الأستوديو. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة. تراجع مستوى التدريس في العراق يعزو الخبراء إلى التدريس الخصوصي كجزء من فشل المنظومة التربوية من خلال التقصير في المدارس مقابل الرغبة بفتح معاهد ومراكز للتدريس الخاص، وما تحمله هذه المراكز من مخالفات غير خاضعة للضوابط القانونية، حتى صار البعض يستعين بطاقم التدريس من غير الاختصاص وخارج إطار الخبرة، حتى جاءت معالجات وزارة التربية لتقييم هذه المعالجات. نفتح وياكم هذا الملف والناقشة مع ضيفنا الكرام، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل نوح الشمري. ظاهرة التدريس الخصوصي لم تكن وليدة السنوات الأخيرة ولا محصورة في العراق فحسب، بل هي نتاج اختلاف الظروف العالمية حيث يجعلها الطالب عضدا لتقوية مواده المدرسية. أما اليوم اختلفت الأمور بشكل كبير، حتى صارت معاهد التدريس الخصوصية تنتشر بكثرة في البلد بين المرخص منها وغير المرخص، بل واتخذها البعض لكسب لقمة العيش إزاء التقصير بواجبه داخل الدروس التعليمية في المدرسة دون التحسب للتبعات التي تلحق بانتشار هذه الظاهرة. فالتقصير بأداء من كاد أن يكون رسولا يحدو بالأهالي إلى اللجوء للتدريس الخصوصي، لكن حملة وزارة التربية لم تنعش هؤلاء المتلاعبين بالمنظومة التدريسية، حيث أصدرت القرارات الحازمة بعد اكتشاف معاهد التدريس الخصوصي غير المجازة رسميا والتوجه لإغلاقها وإحالة للتحقيق تأكدا من صحة ادعاءات تعاطي الرشوة مقابل النجاح. أما العمل على إعادة مسار النهج التربوي الصحيح تسعى إليه وزارة التربية وفق قرارات البرنامج الحكومي المنضوي على تحسين الواقع التعليمي، بعدما أخذ ملف الدروس الخصوصية جوانب غير قانونية من خلال التقصير بالواجبات التدريسية بغية اضطرار لجوء الطلبة إلى المعاهد الخاصة لدروس التقوية. نهى الشمري، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، بهذا الملف ورحب بضيفي الكريم الأستاذ داود الحلفي الباحث والأكاديمي. حياك الأستاذ داود ضيفا كريما، وكذلك ورحب بضيفي الكريم الأستاذ حيدر عرب الموسى ورئيس مركز القمة للدراسات الاستراتيجية. حياكم الله. أسأل حضرتك أستاذ داود عن إجراءات وزارة التربية اللي تتحدث عن إعفاء مدراء المدارس اللي يمتلكون معاهد تدريس خصوصي تحت هذا العنوان، ليش هو مدير المدرسة يسجل معهد باسمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك أستاذ أحمد ولضيفك الكريم أستاذ حيدر عرب وأيضا لمشاهدي قناة الأيام، ورمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. حياكم الله. أعتقد النظام تسجيل المدارس الأهلية والمعاهد نظام رقم 5 لسنة 1968 نص على أنه مدير المدرسة أو مدير المعهد سواء الأهلية أو المعهد الأهلي للتدريب أن يكون من العناصر التربوية العاملة أو المتقاعدة في وزارة التربية والمدارس الحكومية، وأن لا يكون الملاكات اللي تدرس خارج هذا السياق إلا بموافقة المديرية العامة وزارة التربية حصرا بعد تقديم الأدلة أو الوثائق المناطة بهذا الاتجاه على أنه عمل يتناسب مع العمل التربوي.
فبالتالي ما ينطبق على المدارس الحكومية ينطبق على المدارس الأهلية ضمن التعليمات حسب المادة الثامنة من النظام أو القانون المدارس الأهلية لسنة 1968. فالسيد الوزير يوم أمس أو قبل يوم أمس كان حقيقة موفق في الأداء، على الرغم من بعض الاعتراضات على أنه قد تكون هذه هدة أولية لتسلم الوزارة ليعطي لنفسه بريق من الداتا شو أو أمور أخرى، لكن على كل سنراقب أداء السيد الوزير ومتابعته لكثير من القضايا ذات الصلة سواء في المدارس الحكومية أو المدارس الأهلية، ولا ينطبق هذا على مديرية واحدة وإنما لكل المديريات. أعتقد المدارس الأهلية والمعاهد ما كانت عون للطالب العراقي بقدر ما كانت مصدر ابتزاز وأتعاب للعائلة العراقية من حيث المادة ومن حيث حتى الأداء. أنا أستغرب لماذا الطلاب في المعاهد الأهلية والمدارس الأهلية يعطون مبالغ طائلة لمدرس هو نفس الخبرة ونفس الشهادة ونفس الاختصاص في المدرسة الحكومية، لماذا يمارس هذا المدرس أقصى جهده في المعاهد ويوصل الفكرة أو المادة العلمية للطالب بأقصى درجات الحيطة والحذر والاهتمام، لكن في المدارس الحكومية يعطيها ببرود قد تكون نوعا ما بغض النظر عن العدد اللي يمارس هكذا. أنا لا أقصد كل المدرسين والمعلمين، لكن هناك من يريد أن يرغب الطالب بهذا الاهتمام في المعهد والمدارس الأهلية. طبعا ما ننسى أنه المدارس الأهلية والمعاهد تمتاز برقي في البيئة المدرسية سواء كانت في الأداء أو في الإداريات أو في التكنولوجيا والتطور التكنولوجي اللي موجود ضمن الساحة العالمية. مدارسنا الحكومية، أنا أتحدث لك عن مدارس حكومية، مدارس خاوية ما بها غير الرحلة والمروحة، بينما تتمتع باقي الإدارات الأهلية والمعاهد بأمور أخرى. وهذا لا يمنع أن نقتنص أو يقتنص السيد الوزير فرص أداء حقيقة فيها تقصير كبير وفيها مخالفة للتعليمات، ولذلك هو أداء كان موفق، لكن لا نرجو أن لا تكون الخطوة الأولى بل تتبعها خطوات في كل المديريات. طيب أستاذ حيدر، يعني وفقا ما تفضل به أستاذ داود، يعني هناك تقاعس من قبل الملاك التدريسي في المدارس الحكومية في سبيل حتى يكون هنالك قبال تدريس خصوصي وتدريس في المعاهد الأهلية. نتحدث عن هذا الافتقار الذاتي من قبل التدريسي، ونتحدث عن التسهيلات اللي تقدمها وزارة التربية، يعني حتى للصفوف المنتهية كانت تقدم انه قضية الانتساب، انه انت روح لتداوم عندي وتعالي بامتحانات البكالوريا، هذا يعني دليل واضح على انه انت روح اشترك بالمعاهد الأهلية وتعال انا امتحنك. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك اخي وزميلي استاذ احمد، قناتكم مشاهديكم متابعيكم الكرام، ضيفك الكريم أخي وزميلي أستاذ داود. بطبيعة الحال أنا أعتقد لربما أداء السيد الوزير في الفترة الحالية هي ردة فعل، باعتبار نحن لدينا الآن هنالك الفترة 6 أشهر ومن خلالها ورقة التقييم الحكومة التي أرسلها السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى مجلس النواب العراقي. الآن بدأت جهات لجان التخطيط الموجودة في مجلس النواب العراقي بتقييم هذه الوزارات، هنالك وزارات حقيقة أخذت أرقام متدنية جدا، وبالتالي أين كان السيد وزير التربية حقيقة تسنم الوزارة منذ 6 أشهر؟ لماذا في هذا الوقت تحديدا؟ أنا لا أريد أن أنتقد أداء السيد الوزير، نعم نحن نشد من عضد السيد الوزير بهذا الإجراء، لكن هذا الإجراء أتى متأخرا، هذا واحد. النقطة الأخرى، هنالك ممارسات وهنالك إجراءات يجب أن تبدأ وتنطلق من قبل وزارة التربية، باعتبار هنالك إشراف تربوي وهنالك إشراف اختصاص. أين دور هاتين المديريتين أو هذين القسمين في المديريات العامة بمتابعة أداء المعلمين والتدريسين؟ هذه نقطة. النقطة الأخرى، قرارات وقوانين وزارة التربية حقيقة بقضية منع التدريس الخصوصي، ونجد أن هنالك إعلانات لفكسات كبيرة تدعو إلى هذه القضية. أنتم تطرقتم وقلتم قضية الانتساب، وهي أيضا دعوة أخرى وواضحة إلى تفعيل دور المعاهد والتدريس الخصوصي. لماذا معلم المعهد نشاهده يعطي نسبة نجاح ويضمن هذه نسبة النجاح للطلاب الذين يشاركون أو ينتمون إلى هذه معاهد التدريس، لكن نجده هو بنفس المادة وبنفس التخصص موجود
في هذه في المدارس الحكومية، لكن نجد التباطؤ التكاسل بأدائه. وأنا هنا لا أقصد جميع حقيقة المعلمين والتدريسيين في هذا الموضوع، لكن للأسف أصبحت ظاهرة وظاهرة كبيرة جدا يعاني منها. وللأمر أولا قبل حقيقة الطالب أو التلميذ في هذه القضية، نشاهد هنالك التعامل القاسي من قبل إدارات المدارس أيضا مع التلاميذ في هذا الموضوع. نشاهد هنالك حقيقة أصبحت القضية وكأنها قضية تجارة، أنه مدير المدرسة أو المعلم المعني بمادة وتحديدا المواد العلمية المهمة بالإضافة إلى مادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية، نشاهد هنالك حقيقة تكاسل في المدارس الحكومية مقابل حقيقة تفاني وتقديم نسب نجاح في المعاهد أو المدارس الأهلية في هذه القضية. إذن أين كانت وزارة التربية حقيقة عن هذه الأمور؟ أين كان السيد وزير التربية في الفترة الحالية منذ 6 أشهر عن هذه القضية؟ تحدثنا أنا قبل أيام وتحدثت وقلت أنه هنالك بعض التدريسيين ليس فقط في المواد العلمية، أنا حقيقة تعرفت لأحد المدرسين مادة الاجتماعيات لا يعطي مادة للطلاب ويقول أنه هذه المادة مادة استقرائية، أي معنى اذهب أنت يا طالب اقرأ واذهب للامتحان، إذن ما هو دورك أنت؟ تعطى راتبا؟ هل هنالك متابعة إلى هكذا شخصيات موجودة في المدارس؟ هل يوجد هنالك متابعة حقيقية إلى أداء المعلمين والمدرسين أثناء الدرس؟ نحن سابقا كنا نرى المرشد الاختصاص أو المرشد التربوي التخصص لمادة معينة، هنالك حقيقة يسمى شيء تسمى المشاهدة، يدخل إلى الدرس يشاهد ويقيم المعلم عن أدائه وآلية شرحه وإعطائه المادة العلمية للتلاميذ. المعلم المدرس يحاسب إذا ما ذهب حقيقة واشتغل بمعهد اسمه أهلي أو أعطى التدريس الخصوصي. أين هذه الإجراءات؟ هل الإجراء الآن أمام وزارة التربية أنها ذهبت نتيجة ردة فعل باعتبار هنالك ظهر على السوشيال ميديا حقيقة هكذا حالات وهكذا ظواهر وبالتالي كانت ردة فعل وزارة التربية بهذا الاتجاه؟ أنا أعتقد نحن نحتاج إلى حزمة من الإجراءات تبتدئ أولا بداخل وزارة التربية باعتبار هنالك حتى يوجد، أنا لا أريد أن أحدد بهذه القضية، هنالك شخصيات مهمة ومسؤولة داخل وزارة التربية لديها من المعاهد ولديها من المدارس الأهلية. إذن على السيد وزير التربية لا أن يذهب فقط إلى إدارات المدارس بالمتابعة، عليه أن يتحقق من كثير من المديريات، تحقق من كثير من حقيقة هو ذو مسؤولية داخل وزارة التربية، هل لديه هذه المعاهد، لديه هذه المدارس الخصوصية أو المدارس الأهلية في هذا الموضوع؟ إذن نحن نحتاج إلى حزمة بيانات أو حزمة تعديل أو إجراءات يقوم بها تقوم بها وزارة التربية والتعليم في العراق، وبالتالي إذا ما استطعنا أن نرسم خطا تربويا علميا حقيقيا عند تلك اللحظة سوف نشاهد التغيير الواضح. بالإضافة يجب أن يكون هنالك اهتماما حقيقيا باعتبار أصبحت المدارس الحكومية هي بيئة طاردة حقيقة للتربية وللتعليم. أبناؤنا ولسنا ببعيدين لكي نضرب الأمثلة في هذه القضية، أبناؤنا نشاهدهم يتسربون أو يتحججون بكثير من الحجج من أجل أن لا يذهبوا حقيقة إلى المدرسة بسبب سوء المعاملة، بسبب حقيقة نقص الخدمات الموجودة بهذه المدارس، وبالتالي أصبحت المدرسة هي بيئة طاردة. هنالك أيضا المنشآت باعتبار المدارس الطينية، المدارس الكرفانية التي أسميها مدارس الصفيح، أيضا هي بيئة غير ملائمة لإعطاء التعليم والتربية في مدارسنا. وبالتالي إذن نحن نحتاج إلى إجراءات، نحتاج إلى مواقف، نحتاج إلى تصحيح إلى مسار تربوي، لربما هذا المسار التربوي كان يتجه باتجاه خاطئ وغير مسؤول في هذا الموضوع. هذه كلها معالجات أستاذ داود، بالإضافة إلى معالجات أخرى مثل قلة الساعات الدراسية، ازدواج الدوام، متابعة الأهل، استيعاب الفوارق الفردية. هل برأيك أنه راح تحد من الانتشار لظاهرة المعاهد الخصوصية إذا ما كانت معالجات موضوعية لكل هذه المشكلات؟ بس انطيني مجال استاذ ارد على بعض النقاط. تفضل استاذ. السيد حيدر الموسوي اخي وزميلي، اولا المدارس الحكوميه والمدرسين والمعلمين ما اعتقد بهذه الوصف العميق اللي وصفه السيد الموسوي انه ما ينطون ماده او ما يهتمون، بس خلي اسمح لي بس قاطعني استاذ خلنا اكمل لانه
حتى الفكرة ما تروح من عندي. ولا أنا مدرس. أنا أستاذ داود أنا لم أعمم إنما ضربت مثال وهذا المثال واقعي. كل الإحترام والإحترام والأساتذة. أحد التدريسيين ولم أقول المدرسين. أحد التدريسيين وهذا مثال واقعي. أساتذة كفؤين. وإذا تحب تنتهي اللقاء أعطيك اسمه وتليفونه وتقدر تتصل. أفهم 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 أفهم. حتى أوضح لك. طيب. ليش المستويات في المدارس الحكومية أصبحت هابطة؟ ليس ذنب المدرس أو المعلم. بالمناسبة أنا مارست الاختصاصين. تعليم الابتدائي والتعليم الثانوي وما زلت امارس الحمد لله. اولا افراغ المدارس الحكوميه من كفاءات الطلبه المتميزين المتفوقين، فتحوا مدارس بهذا الاتجاه واصبح الوالد العائله الغنيه المتمكنه تنقل ابنها من المدارس الحكوميه الى المدارس الاهليه حتى تحافظ على مستواه العلمي. ليش؟ لانه ينظرون الى الوجاهه، ينظرون الى التسيد على المنطقه، يعني نسبه الحافز بالمدرسة ما بقى حافز أو ما بقى تنافس بين الطالب المتوسط المستوى والطالب الأضعف والطالب المتفوق الأكثر اللي ممكن ينطشحنا للطلاب بهذا الاتجاه. هذا أولا يعني قتلوا التنافس، وهذا هدف مدروس وهدف مطلوب، أنه إفراغ المدارس الحكومية من كفاءات الطلبة المتفوقين المتميزين بدفع أموال إلى المدارس الأهلية لأن هي مدارسهم مثل ما قال أستاذ حيدر. والسيد الوزير ما طلع حتى يغلق المعاهد، طلع غلق المدارس المخالفة للتعليمات، يعني حثهم على مراجعة وزارة التربية لتجديد الإجازة لدفع غرامات على مخالفة التعليمات وأمور أخرى لا نستطيع أن نقولها الآن في المجال الإعلامي. هذا اثنين. ثالثا لجان التفتيش في الوزارات سواء مشرفين اختصاص أو مشرف عام. لا عفوا، عبارة التفتيش هي ليست عبارة لائقة في هذا الموضوع باعتبار هنالك مؤسسة تربوية، باعتبار الإشراف التربوي هي مؤسسة تربوية. المدرسة هو سابقا كان يعني عبارة عن تقويم وإرشاد. نعم. ليس عبارة الناس. عن متابعة وتحقيق. نعم. في هذه القضية لا مو تفتيش، ولكن حتى هسه الصديق الناقد أصبح المشرف التربوي يسمى صديق الناقد. نعم من اختصاصهم. نعم. حسب المادة الثامنة يتعاملون المدارس الأهلية والمعاهد مثل ما يتعامل مع المدارس الحكومية بالمجال الإداري، بالمجال التكنولوجي، بالمجال العلمي. إذا لقوا هناك أي تقصير في هذا المعهد أو المدرسة عليهم مخاطبة مدير عام التربية ومن ثم الوزارة بإغلاق هذا أو محاسبته حسب القانون وحسب اللوائح المعمول بها. يا أخوكم مدارس أهلية جابت نسبة صفر، هاي تبقى تستمر وتكون تغلق. النسبة ليس قياس المدرسة الأهلية، النسبة هي قياس المدارس الحكومية، لأن أخذوا الكفاءات والطلبة من المدارس الحكومية وأعطوها للمدارس الأهلية على اعتبار أن الطالب هذا نموذجي هو يطلع النسبة مو المدرس اللي طلع. بالمناسبة أنا حتى درست مدارس أهلية الله يشهد عليه، مشي في الطالب كسول أجل المدرسة الأهلية كل الطلاب شطر اللي جاوا بالتالي ما يأخذون نسب حتى لو باقين بالمدارس الحكومية. إحنا الآن في المدارس الحكومية إيش قد نبذل جهد؟ جهد مضاعف ونتفانى في سبيل الوصول إلى 70% من النسبة من النسب الطلاب المتدنية أصلاً. وأما الانتساب والتسيب ما سبب المدرسة إطلاقاً. المدرس والمعلم يدخل يعطي 40 دقيقة واقفا بأقصى جهده حتى يوصل المعلومة، لكن لا منهج تلقى عند الطالب بالمدارس الحكومية، لا اهتمام من العائلة وفقط اعتداءات متكررة على الكوادر التعليمية والتربوية. طيب. شوف المناهج من مجموع 120 استاذ احمد، 120 طالب عندنا في المرحلة الأولى في المدارس الثانوية ما يمتلكون غير 20 كتاب من الطبعة الجديدة، 100 طالب ما عندهم كتاب، ويطلع السيد وزير التربية يقول المدارس الحكومية ليش مقصرة بهذا الاتجاه ويكون نسب عالية في المدارس الأهلية؟ بالمدارس الأهلية وصل المنهج كامل، ولكن نعم هل تتفق أستاذ داود بأن ظاهرة المعاهد الأهلية هي ظاهرة صحية أم أنها أنشئت على ركام المدارس الحكومية؟ لو أكو مدرسة حكومية براس حظ ما تكون هنالك معاهد أهلية. أنا أعتقد أستاذ أحمد هذا التخطيط مدبر وتخطيط مبرمج لقتل التعليم المنهج العام والتعليم العام ونقله الى الخصخصه بالتعليم، مثل ما يسوون مستشفيات اهليه ويسوون امور اخرى اهليه يخصخصون للتعليم وبالتالي يقضون على المدارس الحكوميه، وكل العوائل تبدا مضطره ان تهجر المدرسه الحكوميه لان ما بها الاهليه وما بها التكنولوجيا وما بها الاهليه. رضينا بها، ولكن المعاهد الاهليه استاذ داود مو هذا يعني الله وكيلك انه قام حتى الطالب اللي بالمدرسه الاهليه أهلنا أعطين الأقساط وفلوس هم يدخلوا معهد أهلي، يعني ما صايرة ترى المسألة. هو صارت عملية ابتزاز العائلة، يعني تعرف أنت الدرس الواحد المنهج الواحد سواء فيزياء أو رياضيات أو كيمياء يأخذون عليه 850 في بعض مناطقنا الفقيرة، بينما بزيونة وبالمنصور يصل المنهج الواحد بمليونين دينار. يعني هذه منين تجيب العوائل الفقيرة حتى تطلع نسبة محترمة؟ لكن إذا وفروا هذه الإمكانيات
في مدارس الحكومية بمستوى متوسط من مناهج موجودة، من تكييف، من متابعة القانون وحماية مدرس والمعلم، أعتقد ستنتج المدارس الحكومية إذا كان لها فعلا أكو اهتمام في فلسفة الدولة ونظرة الدولة للطالب العراقي وللمؤسسة الحكومية. أنا أقول لك الموضوع متجه إلى الخصخصة، وهذا قتل بطيء وإبعاد وتنفير للطالب والعوائل العراقية من المدارس الحكومية إلى المدارس الأهلية، وهي هذه العلة الحقيقية من وراء هذه الزيارات والتفتيش. نجي أستاذ حيدر على جزئية يعني جدا بسيطة وخلي نبني عليها، أنه المدرس ضعيف النفس لما يقصر في واجبه بالتدريس في سبيل حتى الطالب يجي بالتدريس الخصوصي أو بالمعهد الأهلي. هنا أكو حلول سابقة وقديمة يعني كانت تتحدث عن أنه يتم تعيين المتقاعدين بعد نهاية خدمتهم الوظيفية وأسعار أيضا مناسبة جدا لمهارتهم وخبرتهم، لكنه إذا ما نفذ هكذا إجراء هل راح يعني نخليه في خانة الترصين، لو أنه خانة أنه هذا خلص المدرس يقصر منه في سبيل حتى يحصل فلوس ويرجع يدرس طالب من جديد؟ أنا أعتقد هي سوء المتابعة والتخطيط ما أوصلنا إلى هذه النقطة. أنا قبل أن أجيبك على هذا السؤال استذكرت مع الدورة الأولى لمجلس النواب العراقي، أحد النواب العراقيين وهو حق تسمية كبيرة جدا بالوسط السياسي العراقي، قال أنه قضية التعليم الإلزامي أو التعليم المجاني هي خطأ يجب أن تعالجه الدولة العراقية ونتجه إلى خصخصة التعليم. كان ضجة في تلك الفترة على هذا التصريح باعتبار هذا التصريح يختلف عن مبدأ وتوجه عموم الشعب العراقي، لكن أنا أتصور أنه هذا التصريح الدولة العراقية الحالية أخذته بمنظار حقيقي، لكن ذهبت بأسلوب تدريجي إلى خصخصة التعليم، وشاهدنا الآن حقيقة تلكؤ ببناء المدارس، تلكؤ واضح وتقصير واضح بالأثاث، نقص الكتب، إلغاء قضية القرطاسية وتوزيعها، وبالتالي أصبحت حتى المدرسة الحكومية الموجودة الآن هي مدرسة أهلية باعتبار الكتب يشتريها ولي الأمر، القرطاسية يشتريها ولي الأمر، كثير قضية بيت مدرستنا بيتنا، وأيضا فرضت على أهالي التلاميذ أنه يذهبوا إلى ترميم المدارس، وبالتالي ما الذي قدمته الحكومة في هذا الموضوع؟ إذن الوضع التربوي والتعليم يحتاج إلى مراجعة. نعم هنالك يجب أن يكون حقيقة قانونا، يجب أن يكون هنالك متابعة حقيقية لآليات تطبيق القانون للمدارس الأهلية، وأيضا الاهتمام بالمدارس الحكومية. أصبحت المدرسة الحكومية بيئة طاردة، وأصبحت المدرسة الأهلية بيئة جاذبة لهذه القضية، وبالتالي حتى هنالك عوائل فقيرة باعتبار هي تطمح أن يكون لابنها مستقبلا. أستاذ حيدر نرجع إلى موضوع المعاهد اسمح لي. نعم أشار أستاذ داود إلى قضية مهمة جدا، يعني أكو تفاوت في الأسعار بالمعاهد الأهلية، يعني أكو صاحب معهد خصوصي يضع أسعار حسب رقي المنطقة وصلت لأرقام خيالية وصادمة. طيب هنا راح يصير ضعف الرواتب، الجانب المالي للمعلمين، هل أن هذا ما يدفعهم للجوء إلى التعليم الخصوصي؟ بطبيعة الحال ليست القضية فقط الجانب الأهلي، المدارس الأهلية، عفوا بالمعاهد الخصوصية، خلينا نسعوا في المدارس الأهلية، نفس القضية، القضية التدريس الخصوصي هنالك توجهات عدة في المناطق الفقيرة وفي المناطق الراقية. المناطق الفقيرة باعتبار هم يعلمون أن هذه المناطق لا تستطيع أن تدفع الأجور العالية والكبيرة، وبالتالي لن يكون هنالك إقبالا، لكن بنفس الوقت أجور التدريس في المناطق الفقيرة للمدارس الأهلية يكون أقل من المناطق الغنية، وبالتالي هذه المفارقة هي مفارقة طبقية موجودة في المجتمع العراقي، وبالتالي يتعامل معها نتيجة هذا الفارق الطبقي الموجود في هذه المناطق. هذا جانب. الجانب الآخر، نعم هنالك بعض الشخصيات التي تستغل حقيقة تراجع أداء المدارس الحكومية، وبالتالي يذهبون هؤلاء، هو بنفس المدرسة وبنفس التلاميذ وبنفس الطلاب يدرس في هذه المدرسة لكن يعطي دروسا خصوصية. إذن لماذا هنالك حقيقة مفارقة في هذه القضية؟ بالمدارس أو بالتعليم الخصوصي يعطي نسبة نجاح جيدة، أما إذا ما ذهبنا إلى تدريس نفس الأستاذ في المدرسة الحكومية لا يرتقي إلى المستوى الحقيقي، ولربما يخفي كثير من المعاني وكثير من المعلومات عن الطالب وبكثير من الجهد الذي يقدم إلى التلميذ والطالب. هنا نقول، نرجع ونقول هنا النقطة الأساس، أين وزارة التربية من هذا كله؟
أين المؤسسات التخصصية بمتابعة حقيقة وإرشاد المعلمين التربويين وتقييم أداء المعلمين في هذه القضية والمدرسين؟ هل حقيقة عجزت وزارة التربية عن هذا الأداء؟ طيب. هل الإجراء الأخير حقيقة من قبل وزير التربية والتعليم هو إجراء من أجل أن يكسب التأييد أو التقييم العالي لشخصه، أم هو إجراء تربويا حقيقيا نمع عن ملاحظات وتسجيل ملاحظات عن الأداء التربوي والتعليمي في المدارس الحكومية؟ إذ ما صدق الرأي الثاني، هل هنالك إجراءات أخرى سوف تتبع هذا الإجراء، وبالتالي يجب أن يخرج السيد وزير التربية ويعطي منهاجا حقيقة شفافا للجمهور العراقي ولأولياء الأمور وللتلاميذ وللطلبة عن آداء وما سوف تسعى له وزارة التربية وما سوف تقيمه يعني وزارة التربية بالمستقبل؟ نعم أستاذ داود، حزمة الإجراءات حدث عن حضرتك ويشيد يعضد كلامك الأستاذ حيدر عرب بأنه إذا كانت الخطوات أو الإجراءات التي اتخذها وزارة التربية يجب أن تكون ضمن منظومة متكاملة، مو هي ست أشهر لتحسين الأداء وتاليها ترجع الأمور على ما كانت عليه. وهناك أيضا أكو تغريدة تقول العمل خارج أسوار المدرسة هو شهادة وفاة للعملية التدريسية أو التربوية، كيف تنظر إلى هذا الموضوع؟ هو هذا المطلوب، يعني شهادة وفاة المدارس الحكومية تحديدا. أعتقد الإجراءات مطلوبة من قبل السيد وزير التربية، وخلنا نحسن الظن على الأقل، نحسن الظن مثل ما طلع وزير الدفاع، مثل ما طلع وزير الداخلية، وأيضا طلع وزراء آخرين وجولوا في الميدان وأعطوا بريق أمل للمواطن العراقي، بغض النظر عن هذا الظهور هو لتقييم نفسه أمام السيد رئيس الوزراء أو أمام حزبه. المهم إحنا نريد شخص في الميدان ينزل يتابع يتمم إجراءاته بالكامل. أعتقد المعاهد الأهلية ومعاهد التخصيص أو دروس التدريس الخصوصي لابد أن تتبع ضوابط من قبل وزارة التربية في أسعارها وفي أدائها وفي أوقات تدريبها. يعني شنو المانع؟ أنا مثلا دائما أقول ليش ما ننطي مجال للمدارس الحكومية أن تفتح دورات تقوية داخل المدارس وبإشراف المديريات العامة للتربية وبأسعار رمزية يعرفها الطالب ويعرفها السيد الوزير ويعرفها المدير العام ويعرفها الإشراف التربوي. وأكبر صانع علمية بالموضوع. ما حد يشارك فيها أستاذ داود. ليش ما يشاركون بها؟ أكو مدرسين. والطلاب المدرسين ما يشاركون بها. هناك مدرسين عندهم استعداد بهذا الاتجاه. نعم. يعني ليش نعطي مليونين وليش نعطي 800؟ ليش ما نعطي 200 مثلا هذا المدرس؟ ربما حتى أقل من هذا. أقل من هذا إذا صار اتفاق. وأكبر صانع علمية بالموضوع. وبالتالي نعم رسالة. لامعة لأساتذة كبار. أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ داود الحلفي الباحث. نعم. والأكاديمية ثريت الحوار. في هذا الملف والشكر كثير لحضرتك الأستاذ حيدر عرب الموسوي رئيس مركز القمة للدراسات الاستراتيجية. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.